بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. هذا باب أو هذا باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. القرآن فيه محكم ومتشابه، لقوله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه هو الذي يحتمل الوجوه. وقيل المحكم هو الثابت الذي لا نسخ فيه، والمتشابه ما دون ذلك، وقيل غير ذلك. ولكن هناك آيات مرد علمها إلى الله تعالى، فمهما أوتي البشر من منتهى العلم وتمام البصيرة فإنهم لا يستطيعون درك هذا المعنى، كما أنهم لا يستطيعون الوصول إلى قعره ومنتهاه. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم المعنى الحقيقي الذي عليه ذلك المتشابه إلا الله. أما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والوقف هنا من باب الوقف اللازم، وذلك عند الجماهير. فالآيات التي هي مثلا في فواتيح السور: ألف لام ميم صاد قاف إلى غير ذلك، هذه الحروف المقطعة لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم تأويلها إلا الله. وبالتالي كل ما جهلنا علمه في القرآن ينبغي أن نرد علمه إلى عالمه. وعلى أي حال من الأحوال فينبغي أن يكون هدي المسلم مع القرآن أن يقول: آمنت بما سمعت. ذكر المصنف الإمام الأجرجي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. الآية. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه. إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي يقارعون الحجة بالحجة، ليس من أجل الوصول إلى الحق ولكن من أجل المماراة والظهور. فمن صادم النص بالنص أو صادم الآية بالآية يبتغي بذلك كسر صاحبه أو الغلبة أو الظهور، فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. عن الله تعالى أي عناهم بأنهم في قلوبهم زيغ ومرض. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. الحديث التالي مباشرة أيضا هو كالحديث الأول في راويه ومتنه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. منه آيات محكمات، منه للتبعيض، أي بعض الآيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قرأ هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالى، أي فاحذروهم. وهذا الحديث أيضا حديث إسناده صحيح كما سبق. الحديث رقم 160 عن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب، أو أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال، أي أتى قوم عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن رأينا رجلا أو لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، يسأل عن تأويل القرآن. ليس المقصود يسأل عن تأويل القرآن أي يسأل عن معنى القرآن، ولكن المقصود بذلك أن يعمل عقله وفكره في القرآن من غير علم أو بصيرة. المقصود بذلك يعمل عقله ورأيه في القرآن من غير علم أو بصير، هذا هو المقصود هنا بكلمة تأويل. فهو لا يريد المعنى صفوة، وإنما يبحث عن قعره وسافله. ومنه حديث عندما أتى الرجلان التابعيان إلى المدينة يبحثان عن صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألا عما أحدث الناس في القدر، فيقول: فدخلنا المدينة فأتينا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، دي كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم أو يتقعرون العلم، الروايات، وسبق لي أن علقت على هذا الحديث. فيتقعرون العلم أي يطلبون إيه؟ قعره. فقعر الشيء يكون به الكدر والشوائب والأمور غير الصافية. فطالب العلم عندما يطلب العلم ينبغي أن يطلب صفوه، لا أن يطلب العلم الذي مزج بغيره. فعندما تطلب العلم اطلب ما ينجيك، اطلب ما يقربك، اطلب ما يجعلك عبدا لله عز وجل، فاطلب صفو العلم. وإياك، ثم إياك أن تطلب قعره، فإن قعر كل شيء به الكدر. ومنه قول الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطين. يبقى الماء من فوق صافية، طب ومن تحت كلها كدر وطين. فهذا الشاعر الجاهلي يعتد بنفسه فيقول: لا نشرب الماء إلا صفوا، بينما الناس جميعا دوننا فيشربون من كدر الماء وشائبه. فكذلك العلم، ما علا منه، ما علا منه كان صفوا، خذه هنيئا، وما سفل منه كان كدرا، فاحذر منه. فالذين لا يطلبون صفو العلم وإنما يطلبون قعر العلم، تجد أخ لسه مبتدئ وقاعد يخبط في المسائل، الديار ديار إسلام ولا ديار مش عارف ولا إيه، طيب الحكام مش عارف، طيب العذر في عذر ولا فيش عذر، طيب الأصل في الناس الجهل ولا العلم، طيب الطريقة المنهجية في الطلب طريقة المحدثين ولا طريقة الفقهاء، طيب كل الدين عنده عبارة عن 7-8 قضايا،
كل الإسلام كله عنده 7-8 قضايا لا يعرف عن الإسلام إلا هذه المسائل التي يسميها مسائل النقر على الصفيح، ولا يعرف غير ذلك. ده غلط، غلط. فبعضهم لا يجيد قراءة الفاتحة، يعني أحد الذين يشار إليهم في مثل هذه المسائل اللي هي نقر الصفيح، عندما قدم ليصلي بالناس قلت يا ليتني لم أصلي خلفه، لا يجيد قراءة الفاتحة، لا يجيد قراءة الفاتحة. قلت سبحان الله، رب إنسان بسيط جدا 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 هو أقرب إلى الله تعالى منه. فإخوتي، لا ينبغي أن نضيع أوقاتنا في طلب ما نتوهم أنه علم، فالعلم هو الصفر، العلم هو ما تهنأ به، العلم ما تأنس به، العلم ما تجد فيه نفسك، ما يقربك إلى مولاك، ما ينجيك، ما يرفعك، ما يشعرك بضعفك وقلتك ووضاعتك وذلك. العلم ما علمك الأدب، العلم ما علمك الأدب، والجهل ما قطعك عن الأدب. فالناس دولت بيتأول القرآن، يتأول القرآن أي يطلبون قعر المعاني، يطلبون قعر المعاني، يعني يبحثون في اللفظ ليأتوا بقعر قعر قعر المعنى، فربما وقعوا في التكلف، ونحن نهينا عن التكلف. فالتكلف وأغلوطات المسائل والخوض في المسائل بالرأي والظن، هذا كله بريده، بريده ماذا؟ بريده هجر النصوص، هجر النصوص. فهذا الرجل يسأل عن تأويل القرآن، فقال، أي قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم أمكنني منه. يعني سيدنا عمر قال: يا ريت بس أشوف، اللهم أمكنني منه، أشوف الرجل ده، يا رب مكنني بس من أشوف الرجل ده، اللهم أمكنني منه. قال: فبين عمر ذات يوم يغدي الناس، يغدي الناس أي أتاه مبكرا، إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى، أي أيضا يأتي مبكرا، حتى إذا فرغ، أي حتى إذا انتهى إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. بيسأل بقى إيه بقى معنى والذاريات ذروة والحاملات وقرا، وإيه الوجوه المحتملة في هذه الآية، وما يجوز في هذه الآية وما لا يجوز. بعد يسأل بقى، فقال عمر: أنت هو، أنت بقى. فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، نزل فيه ضرب حتى سقطت إيه؟ عمامته، أي سقطت عمامة من هذا الرجل. فقال: والذي نفس عمر بيدي، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، أي لضربت رأسك، أي لقتلتك. والمقصود بوجدتك محلوقا يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وقال: سيماهم التحليق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وزع ذهيبة، فأتى إليه رجل قد حلق رأسه، كانت عيناه غائرتان وجنتاه بارزتان، فقال: اعدل فإنك لم تعدل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فهم به ليقتل، فقال: دعوه لعله يصلي. فقالوا: كم من مصل لا تنفع صلاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئي ذلك الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. قال العلماء: صح الحديث في الخوارج من أكثر من 10 وجوه، أي الأحاديث الواردة في الخوارج أحاديث متواترة، ومن جملة الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين حث على قتلهم وبشر الذين يقتلونهم
بما عند الله تعالى من المقام العظيم من سيمة هؤلاء القوم التحليق، إنهم بيحلقوا إيه؟ رؤوس، من سيماهم التحليق. فعمر بيقوله لو وجدتك محلوقا، أي قد حلقت رأسك، يبقى أنت من الخوارج اللي النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ عناه، لضربت رأسك. معنى لضربت رأسك يعني إيه؟ طيرت رقبتك، أي قتلتك. ألبسوه ثيابا، ألبسوه ثيابا، ثم احملوه على قتب. قيل القتب كالبعير الصغير، ثم أخرجوه حتى تأتوا به بلادهم، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صديقا طلب العلم فأخطأه. صديق اللي هو ذلك الرجل اللي هو صديق ابن عسل أو ابن عسل، هذا الرجل بعد أن يلبس ثيابه يذهب إلى قومه، يقوم خطيبا ويقول: إن صديقا طلب العلم فأخطأه. فلم يزل اللي هو صديق الذي كان يطلب قعر القرآن، فلم يزل وضيعا أي ذليلا لا يؤبه به في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. هذا الأثر أخرجه الدارمي وغيره، وهو صحيح الإسناد. ويستفاد منه أن الإمام له أن يعاقب المتنطع المتكلف الذي يشغل نفسه بقعر المسائل العقوبة التي تردعه. فكل متكلف في العلم وكل طالب لشائبه وكدره يجوز للإمام أن يعاقبه العقوبة التي يرتدع بها ويرتدع بها مثله. فإمام المسلمين يجب عليه أن يهذب ساحة العلم، أن يهذب ساحة العلم حتى لا يدخلها الأدعياء. فكم من مدع للعلم هو داعي أحمق، إذا ركب ناقة العلم أفسد العلم. فينبغي لإمام المسلمين، وفي ذلك لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون إيه؟ عالما، حتى يستطيع أن يميز بين هذا وذاك. فهنا عاقبه العقوبة البليغة وهدده بالتهديد الذي زجره. الأثر الذي بعد ذلك هو أثر سليمان ابن يسار، أن رجلا من بني تميم يقال له صديق ابن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب، والمقصود بالكتب أي كتب أهل الكتاب، المقصود بالكتب أي كتب المتقدمين، فجعل يسأل عن متشابه القرآن. طب ليه جتها كده؟ هو جابهاش كده. طب ليه دي اللي جت كده؟ طب الوجه بتاعها ايه؟ طب لو كان الكلام ده صح كان قال كده. فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. عراجين النخل اللي هي الايه؟ الجريده التي بها الشوائب الايه؟ الصباطات كده جهزها له، الجريد بتاع النخل جهزه له، اعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس قال له عبد، فقال له عمر: من انت؟ فقال: انا عبد الله. قال: انا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه أي أدمان، عوره جرح. فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. احنا والله نفسنا في عراجين عمر، ما أحوجنا إلى عراجين عمر في هذه الأيام، والله رؤوس كثيرة في حاجة إلى عراجين عمر الذين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة،
ويقولون بأن للرجل مثل حظ الأنثيين كان في الزمن الأول، عندما كانت المرأة تمكث في قعر خيمتها والذي يجول ويصول عنها هو الرجل. الرجل هو الذي يذود الحمى ويحمي العرض ويدفع العدو ويبذل الدم من أجل حماية الأعراض. أما الآن فالأمور اختلفت، الآن النساء هن اللائي يجرين هنا وهناك، وأحيانا يمكث الرجال في قعر بيوتهم. إذن دلوقتي ينبغي ما يبقاش فيه هناك للرجل مثل حظ الأنثيين، ده كان أيام زمان. الذين يقولون بالدولة المدنية ويقصدون بالدولة المدنية أن الدين لا علاقة له بتوجيه العباد والبلاد، يقولون الدين لا علاقة له بتوجيه العباد والبلاد، الدين مكانه المسجد فقط، أما خارج المسجد فنحن الذين نحكم أحوالنا وظروفنا، لا علاقة بالدين، لا في العادات، لا في التقاليد، لا في الأفعال، لا في حركة المجتمع، لابد أن ينطلق الناس بحرية تامة. الذين يقولون بأن المسلمين سر تخلفهم والإسلام، سر تخلف المسلم والإسلام، وعندما كانت للمسلمين دولة دينية كانت هذه الدولة الدينية سبب نكبة الإسلام والمسلمين، فلا بد من وجود دولة مدنية متحضرة تأخذ بتقاليد العصر، إذا المرأة لها حرية الفكر والجسد والرأي والمعتقد وإلى غير ذلك من هذه الآراء الشيطانية. هذه الآراء خرجت من رؤوس تحتاج إلى عراجين عمر، هذه الأفكار الشيطانية تحتاج والله إلى عراجين عمر، ولكن أين نجد عراجين عمر؟ ولو وجدنا عراجين عمر أين نجد عمر كي يضرب تلك الهام السوداء التي ضللت كثيرا من الخلق؟ سبحان الله، فقال عمر بن الخطاب: أنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شج، فجعل الدم يسيل على وجهه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. نعم، حرية الفكر وحرية الرأي وحرية الاعتقاد، ولكن لابد أن تنضبط بشرع الله. حرية الرأي هناك مشاورة، ولكن لا حرية للرأي عند وجود النص. انتهت، مش حاجة اسمها رأي مع وجود نص أبدا، لا يمكن، أن يصادم النص الرأي، لا يوجد ما يسمى بحرية الرأي في الإسلام إذا صادم النص، ولكن حرية الرأي يحميها النص، فهي حرية في داخل النص وفي ظلال النص وفي إطار النص، في مسألة مهمة جدا. الأثر الذي بعد ذلك رقم 163، أن علي رضي الله تعالى عنه قال يوما: سلوني، فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ طب بالله عليكم لا ينفع السؤال، ما السواد الذي في القمر؟ يعني سؤال عجيب جدا، ما السواد الذي في القمر؟ طيب يا رجل، ما الذي تستفيد منه؟ يعني حتى لو عرفت الجواب، ما هي الفائدة التي تعود عليك بالنفع؟ ما هي الفائدة؟ السؤال يسأل إما لما يترتب عليه من عمل أو لما يترتب عليه من اعتقاد. يبقى السؤال حاجة من اثنين، إما تنتفع به في مجال العمل أو تنتفع به في مجال الاعتقاد.
ويمكن أن يكون السؤال نافعا في باب التصور، وهذا خاص بطلبة العلم. إذن السؤال من أجل التصور هذا خاص بطلبة العلم. أما للأمة جميعا فإن السؤال إما للعلم إما للعمل وإما لماذا وإما للاعتقاد. أما سؤال من غير مقصود للعمل أو للاعتقاد فلا ينبغي. كان بعض الناس إذا ذهب لإمام مالك ليسأله عن مسألة يقول له أوقعت المسألة دي وقعت لتسأل عن حاجة حصلت، فإن قال له لم تقع قال اذهب، فإن وقعت فسل روح لما تقعت على سل. يبقى إذن المسألة لما تقع يسأل فيها. طب يسأل فيها ليه؟ لأنه يحتاج الإجابة إما للعمل وإما للاعتقاد. طب مسألة لم تقع يبقى لماذا؟ إيه الفائدة؟ ليس هناك فائدة. إذن كل سؤال لا يترتب عليه عمل أو اعتقاد فلا فائدة منه، إلا ما يكون عند طلبة العلم من أجل تصوير المسائل عشان ننشط الملكة الذهنية بتاعتهم ويتفتق هذا الذهن عن استنباط الأمور والوقوف على الدلائل، يجوز لذلك لطلبة العلم. أما لمن سواهم لا. أما لمن سواهم لا. فهنا يسأل علي رضي الله تعالى عنه بيقول له إيه؟ ما السواد الذي في القمر؟ الذي في القمر؟ فقال له قاتلك الله. قاتلك الله يا إخوانا إما أن تكون من باب الذم وإما أن تكون من باب التمليح. التمليح يعني بقى ظاهرها الدعاء عليه، ولكن في حقيقتها الدعاء له أو التملح معه أو نحو من ذلك. زي ثقلتك أمك. ثقلتك أمك يعني إيه؟ فقدتك. ولكن أحيانا في بعض السياقات لا يقصد بها الدعاء على الشخص، وإنما يقصد به ماذا؟ التملح أو المداعبة أو نحو من ذلك، مثل حديث ثقلتك أمك يا معاذ، لم يقصد أن يدعو عليه وإنما قصد أن يمازحه أو يداعبه أو نحو من هذه المعاني. لكن هنا قاتلك الله، هنا قاتلك الله، ليس المقصود بقاتلك الله اللي هو التملح، لا، قاتلك الله نبني عليه، قاتلك الله سل تفقها ولا تسأل تعنتا. السؤال المتعنت هو الذي يريد أن يعنت المفتي، أن يعنت المفتي، يعني لا يريد أن يعرف الجواب ولكن يريد أن يحيره وأن يشكل عليه الأمر ليوقعه في الإحراج. الكلام ده كان بيحصل أيام ما كنا طلبة صغيرين مثلا، فيجي مدرس نتفق مع بعض نجيب له مسألة ملفقة مسألة مفبركة، فالمدرس يقعد يحل فيها لغاية لما يجي في خط معينة تقوم واقفة عليه ما يعرفش يواصل فيه. يبقى هنا باب العمل. فالسؤال الذي لا يعرف له جواب أو السؤال الذي يكون من باب الاستكشاف لا ينبغي ذلك الأمر، لا ينبغي أن تستكشف الذي أمامك، لأن الأصل في المسلمين أن يكون الود والاحترام بينهم، أن يكون الود والاحترام بينهم. ما يجيش مثلا تروح تقرأ 15 كتاب في نقطة وبعدين بعد كده تسأل أحد الناس في نقطة عويصة في هذه المسألة، فأنت تريد أن تمتحنه وأن تختبره، ده ما ينفعش. لا تعنت سائلا، لا تعنت مفتيا، ولكن سل تفقها. وكلمة تفقها أي طالبا للفقه، أي طالبا للفقه، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، أي طالبا العنة للمفتي. ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ يعني قيد جميل. ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك
أو أمر آخرتك، ثم قال ذلك محو الليل. قال الأجري: وقد كان العلماء قديما وحديثا، العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل، اللي هي المسائل المحيرة، يقال أعضل فلان فلانا إذا حيره وأعياه، أعضل فلان فلانا إذا أعضله وإذا أعياه وحيره. كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعنى، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. هذا الحديث ذكره من غير إسناد، ولكنه في البخاري وفي مسلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال. وكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إلا لماما، أي قليلا، إلى درجة أن ممكن يعني لو أن أنت مسكت ورقة وقلم يمكن أن تحصر بسهولة عدد المرات التي سأل الصحابة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مرات قلائل. ولذلك كما في صحيح مسلم كان الصحابة يحبون الرجل الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب. يبقى الرجل من الأعراب الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله كانوا يحبون ذلك منه. الحديث التالي حديث فيه ضعف، اللي هو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأغلطات. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأغلطات، والأغلطات جمع أغلوطة، والأغلوطة هو الشيء المشكل، الأغلوطة هو الشيء المشكل الذي يستعصي أحيانا على المجيب أو على المفتي. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأغلطات. لا ينبغي للمكلف أن يكون اهتمامه بإعنات المفتي، ولكن ينبغي أن يجتهد في معرفة ما ينفعه. الحديث الذي بعد ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا الحديث أصله في البخاري وفي مسلم. بالنسبة للحديث الذي قبل ذلك هو حديث ضعيف الإسناد، ولكن يجوز أن احنا نأتي بالحديث الضعيف ليس من باب الاحتجاج ولكن من باب الاستئناس. ولو كان الحديث ضعيفا وكان العمل به عند أهل العلم يجوز الاحتجاج به. إذا كان الحديث ضعيفا والعمل به عند أهل العلم يجوز الاحتجاج به، ويسمونه أصح ما ورد في الباب. وكلمة أصح ما ورد في الباب لا تعني أنه صحيح، ولكن تعني أنه صحيح بالنسبة لغيره، فغيره أشد منه ضعفا، فهو ضعيف ولكن غيره أضعف منه، فهو أصح من غيره من الضعيف، فهو أصح هذا الباب من الحديث. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ما غلب، لو الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. هذه الزيادة العلماء يضاعفونها مع أن العمل بها عندهم قاطبة، مع أن العمل عندهم قاطبة. فهذا الحديث النهي عن الأغلطات
هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن العمل به عند أهل العلم. الحديث الذي بعده كما قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أي إثما، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته قال الأجري عليه رحمة الله: كل هذا خوفا من المراء والجدال. كل هذا خوفا، أي النهي عن الأغلطات، والنهي عن الرأي، والنهي عن الجدال، والنهي عن الخصومة، هذا كله خوفا من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموافق لمن أحب. الباب الذي بعد ذلك باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذه المسألة وهي مسألة كلام الله عز وجل من المسائل التي كثر الخوض فيها في كتب الاعتقاد، لا سيما الكتب الاعتقاد القديمة، بل إن الخوض في مسائل الاعتقاد ودراسة مسائل الاعتقاد سمي البحث كله ببحث علم الكلام. يعني المسألة دي طغت على كثير من مسائل البحث في الاعتقاد، ولشدة طغيان هذه المسألة على مسائل الاعتقاد سميت مسائل الاعتقاد كلها بهذه المسألة. فعلم الكلام هو العلم الباحث في المسائل المتعلقة بالإلهيات والنبوات والغيبيات، ولكن بطريقة المناطق، وطريقة العلوم المتعلقة باليونان والإغريق. وأول من ابتدع هذه المسألة أن القرآن ليس بكلام الله وأن القرآن مخلوق، أول من خاض في هذه المسألة وأصل لها وقنن لها المعتزلة الذين كانت لهم شوكة ودولة وصولة في زمن الخليفة المأمون، ومن بعده المعتصم، ومن بعده الواثق، سامحهم الله جميعا. وأصل هذه البدعة اللي هو الخوض في أن القرآن مخلوق، أصل هذه البدعة طائفة اطلعت على كتب اليونان والإغريق وتفننت فيها وتخرجت عليها، حتى صارت هذه الكتب بالنسبة لهم الوحي الذي يعتقدون، والحق الذي عنه لا يحيدون. فكم من حق أثبت بالشرع أبطلوه، وكم من باطل أبطل بالشرع أثبتوه، وذلك من أجل أنهم أقاموا حجة العقل مصادما لحجة الشرع. وانبرى العلماء لهذه الطائفة، فقالوا: من ذكر أو من اعتقد بأن القرآن ليس بكلام الله عز وجل، أو من قال بأن القرآن مخلوق، فهو كافر. ليه؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة لله عز وجل. الكلام صفة، فالله تعالى له صفات، ومن هذه الصفات صفة الكلام، صفة الكلام: إذ قال الله يا آدم،
وقلنا يا آدم. فنداء الله تعالى لأنبيائه وملائكته وحديث الله تعالى لأنبيائه وملائكته ويوم القيامة كلام الله تعالى للحكومة والفصل بين الناس، هذا كلام أو هذه أمور قررها القرآن في غير موضع. فمن اعتقد أن القرآن ليس بكلام الله فقد كذب على الله، كذب بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس من يحملني لأبلغ كلام ربي، لأبلغ كلام ربي، فإن قريش أبت أن أبلغ كلام ربي أو دعوة ربي. أبلغ كلام ربي، كلام ربي. فالقرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، منه بدأ، أي القرآن أول من تكلم بالقرآن هو الله، أول من تكلم بالقرآن هو الله. فالقرآن كلام الله لأنه بدأ من الله وإليه ينتهي، لأن القرآن في آخر زمن سيرفع إلى الله عز وجل حتى لا تجد على وجه الأرض مصحفا ولا تجد صدرا واعيا للقرآن. يبقى القرآن من الله بدأ وإليه إيه؟ يعود، يتكلم به حقيقة أو تكلم به حقيقة من غير مجاز، تكلم به حقيقة من غير مجاز. ده الاعتقاد الصحيح، هذا هو الاعتقاد الصحيح. فمن قال بأن القرآن ده مخلوق يبقى قال بأن صفة مخلوق. لو واحد قال أن صفة السمع مخلوق أو صفة البصر مخلوق أو قال بأن صفة الحياة مخلوق أو صفة العزة مخلوق، هل يجوز؟ هذا كفر. فكذلك الذي يقول بأن صفة الكلام مخلوق. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق وفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. العشاء. قال الإمام الأجري في أن القرآن كلام الله عز وجل دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر، والجهمي عند العلماء كافر. طبعا الجهمي الخبيث هو الذي لم يسلك بابا من أبواب العلم في العقيدة إلا أفسده، فمذهب الجهمية فاسد في كل أبواب العقيدة، كل أبواب العقيدة مذهبهم فيه فاسد. ففي باب الأسماء والصفات هم ينفون الصفات عن الله عز وجل فيجعلون الأسماء جامدة، وكما هو معلوم بأن الألفاظ إنما هي قوالب لمعانيها، وأسماء الله عز وجل متضمنة معانيها، ومعاني أسماء الله عز وجل هي الصفات. فالعلم الصفة الموجودة في اسم العليم، ولو قلنا العزة فالعزة هي الصفة الموجودة في اسم العزيز، وكذلك الحكمة الحكيم، والقوة القوي، والقدرة القدير، وهكذا في كل نظير. فمن أثبت الاسم من غير صفة فقد تكلف في دين الله عز وجل شططا. ليه؟ لأنه عبد إلها عدما محضا، إلها عدما محضا. فكما هو معلوم لو أن إنسانا
غير موصوف بالصفات. إنسان لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يحيى ولا يقدر، سلبت عنه كل الصفات. إذن هذا الإنسان عدم، وكل كمال يتصف به الخلق فالله تعالى أحق أن يتصف به. كل كمال مطلق يتصف به الخلق فالله تعالى أحق أن يتصف به على الوجه اللائق له. فلو قلنا بأن الإنسان القوي أتم وأكمل من الإنسان الضعيف، إذا صفة القوة بالنسبة للإنسان صفة كمال، فإثباتها لله تعالى أولى. إذا صفة القوة من صفات الله عز وجل، وهكذا في كل نظير. فالجهمية في باب الأسماء والصفات مثلا يعبدون إلها عدما محضا، فيثبتون الاسم وينفون الصفة. يبقى عليم من غير علم، سميع من غير سمع، بصير من غير بصر، قدير من غير قدرة، حكيم من غير حكمة، حي من غير حياة. إذن يعبدون إلها غير موصوف بصفة، إذن يعبدون إلها عدما. وما من باب كما قلت لكم في باب القدر أفسدوه، في باب الوعد والوعيد أفسدوه، ما تركوا بابا إلا أفسدوه. فكلام أهل العلم بأن الجهمية كفار، وهم ليسوا من الفرق النارية. ده كلام كثير من أهل العلم. وهذا الحكم حكم عام، هذا الحكم حكم عام، أو ما يسمه حكم نوع أو تكفير نوع، ليس تكفيرا بالعين، وفارق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. فالتكفير بالنوع من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، ولكن لأن زيدا أو عمرا، مع احترامنا لأصحاب هذه الأسماء، لو أن زيدا أو عمرا أي منهم ارتكب هذا الفعل أو قال هذا القول، هل يكفر بعينه؟ لا يمكن أن يكفر مسلم بعينه حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. وهذا أمر لابد أن يفهم، وليس لكل أخ يقرأ كلمتين في كتاب أو يقرأ رسالة أو يقرأ بعض القراءات أن يقول أن أهل لإقامة الحجة. فالحجة صفتها أن تكون حجة رسالية، أي كأن الذي يقيمها صفته عند قيامها كصفة من؟ الرسول. وذلك في باب تمام الحجة وإزالة الشبهة. فلا ينكر أن القرآن كلام الله حقيقة إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم، أي من أهل الكتاب، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. قال محمد بن الحسين وهو الأجري: ومثل هذا في القرآن كثير. هنقف عند هذا القدر ونجيب عن سؤال أو سؤالين، ثم ننهض إلى الصلاة إن شاء الله. هل يجوز الكتابة في المصحف سواء كانت على هامش المصحف أو بتغيير فرش بعض الكلمات؟ اللي كان السؤال ده خبير، مش أي واحد عادي يعني، كلمة فرش ديت مش أي حد.
أو بتغيير فرش بعض الكلمات أو تشكيلها، وذلك عند تعلم قراءة أخرى غير قراءة الإمام حفص، وذلك أن مصحف القراءة غير متوفر. لا بأس، لا بأس أن تجعل لك مصحفا تثبت فيه القراءات التي تعلمتها، لا بأس في ذلك. طبعا الأسئلة التي لا أجيب عنها تسأل لإخوان المشايخ في غير هذا اليوم. طيب نكتفي بذلك إن شاء الله، وسامحوني هذا اليوم، سامحوني هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.